أستاذ رحمة اتفضل. ألو، ألو أستاذ رحمة، السلام عليكم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، فضل ونعمة، الحمد لله، ربنا يكرمك يا رب. الله يعز حضرتك. حضرتك كنت عايزة استشيرك في موضوع. اتفضلي. بابا كان يعني كان بيحبني في الأول، ودلوقتي مش راضي لا يكلمني ولا يسأل عليا. بعد ما جوز أخويا معايا في البيت، كل ما اقول له ولا عايد واقول له ليه مش بتكلمني، ليه مش بتسال عليا، مش بيرضى. يقول لي ما تعاتبنيش. ما ايه؟ يقول لي ما تعاتبنيش في حاجه، ما تقوليليش حاجه. طيب قالوا لي اسالي عليه انت، مش لازم هو يسال عليكي، طب عشان الدنيا مش انت متجوزه؟ متجوزه. عندك اولاد؟ عندي اربعه. عندك اربعه، بتسالي عليهم كل يوم؟ لا هم صغيرين. يعني انت كل يوم بتعملي معاهم نفس الحاجه؟ لا مش كده، في بعض الاحيان في حاجات بتنسيها صح، بس مش كل ده، هو مش بيسال عليا خالص. طب دول حتى اطفال حسيت وانت انه ما كبيره. يحبني زي الاول. طيب انت بس عشان اخوكي سكن معاه، فانت فاكره ان هو خد الحب كله صح كده؟ بس كان بيسال عليا قبل كده. سؤال، مش انت بتقولي كده، اخويا سكن معاه فخد الحب كله وما بقاليش حب انا صح؟ ايوه. طيب جاي يهتم بمراته واولاده اكتر مني يعني، وما جيش يهتم بيا ولا حتى يكلمني ولا يقول انت فين حتى. لا بس انا عايز اقول لك حاجه، والدك الحمد لله انت بتقولي ان هو كان بيحبك وهو ما زال أيوة. بيحبك، بس هو في نفس الوقت هو كبر في السن، فجهده ما بقاش قادر يوزع جهده، فنعمل ايه بقى؟ لو انت بتحبيه هتعذريه، وتعذريه وتعرفي ان هو حبك في قلبه زي ما هو، لو بعد الشر اي حاجه مستك هتلاقي حبه دوت بيظهر، فتعملي ايه انت؟ ايه انت تستمري في حبه وتستمري في ده هتلاقيه بيحبك، لكن انت طول ما انت بتقولي له كده وبتنتقديه وبتقولي له انت مقصر معايا وانت ما بتسالش عليا وانت بتعمل كذا وانت مهتم بمرات اخويا، انا حاسس ان في حاجه بينك وبين مرات اخوكي، يعني بلاش ده كله خالص. اكتر حاجه انت ممكن تحس بيها في الحب ان انت تحب اللي انت عايزه يحبك، فعبري عن حبك لوالدك وما تشيليش في قلبك ولا تشيلي في همك، هتلاقيه بيقول لك كلام احلى كلام، بس انت بتبطلي بس الحساسيه المفرطه دي، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك ويجعل الخير كله. ما تقلقيش، ابوك بيحبك، بس كل الحكايه ان هو راجل انشغل دلوقتي، بقى عنده قاعد في وسط عيلة، والعيلة دي كلام ومعرفش ايه، يا دوب بيصحى من النوم اطفال ومعرفش ايه ومشكلات ما بين الراجل ومراته، فيروح مراضي الست دي، فلما يجي يراضي مرات اخوكي عشان هو قاعد معاهم، فانت تفتكريه ان هو نقل حبه لمرات اخوكي، وده مش حقيقي، هو بس بيحسن الى من ترعاه، هي دلوقتي قاعدة معاه وبترعاه فهو بيحسن اليها، ادي كل الحكاية. وايه اللي حاصل؟ لابد ان احنا نلتمس له العذر، ولابد ان احنا نستمر في الاحسان اليه، لان دوت اللي امرنا به ربنا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان، يبقى لازم تحسني اليه. ربنا يكرمك ان شاء الله ويطيب قلبك ان شاء الله ويجعلك ان شاء الله من اهل البر ان شاء الله.